السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنبدأ في الحلقة رقم 9 من سلسلة Structural Analysis and Design of Building. الحلقة دي إن شاء الله هنتكلم فيها عن البي دلتا أناليسيس أو بي دلتا إفكت. فبقول لك إن مع في حالة البي يعني تأثير البي دلتا، بقول لك إن أنا عندي لو مبنى تحت تأثير اللاترال فورسز بتاعنا بيحصل له ديفورميشن. الديفورميشن ده بيخليه في دلتا، فكل دور بيتحرك، فمعنى كده ان ايه في دلتا. مع وجود الفيرتيكال لود بيدينا اديشنال مومنت على المبنى، دي البي دلتا ايه افكت افكتس. يبقى انا عندي في حاله اللاترال فورس المبنى بيتحرك، يحصل له ديفورميشن هوريزونتال ديفورميشن، فبيحصل دلتا. مع وجود البي في كل دور او الفيرتيكال لود بيحصل لي اديشنال مومنت على المبنى. ده البي دلتا افكت او تعرف. بعد كده بيقول لك ايه ازاي نحسب البي دلتا. فبيقول لك ايه، كل دور بحسب حاجه السيتا دي اللي هي الاستابيليتي كوفيشنت، عباره عن البي بتاعت الدور، يعني زي ما احنا شايفين كده التوتال فيرتيكال لود عند الستوري والدلتا، ودي زي ما احنا شايفين ده اللي هي الستوري دريفت بتاعتنا مضروبه انكلودنج السي دي، وهنا الاي اي اللي هي الامبورتنس فاكتور على الفي اللي هو التوتال شير عند الدور ده، والاتش اللي هو ارتفاع الدور، والسي دي اللي هو الايه اللي احنا بنطلعه في الجدول اللي موجود في إيه مع الار يعني. فبيقول لك لو السيتا اقل من 0.1 خلاص انا هنا بعمل ممكن ايه اهمل البي دلتا افكت خالص، وملهاش تاثير معايا وماخدهاش معايا في الحسابات. طبعا احنا كده كده اوريدي بناخدها في الايتابس يعني، بس انا اقصد ممكن نهملها يعني. ماشي، بيقول لك ايه هنا تاني، بيقول لك في حاله الستوري دريفت وانا باجي احدد البي دلتا افكت، يعني ديزاين الدلتا بتتضرب في واحد على واحد على الفاي. يعني في حاله لما انا لما اجي اجي احسب الستوري دريفت يعني مع و تقطين ذا ستوري دريفت فور ديترماينج مع البي دلتا افكت، بقسم ايه على او بضرب في واحد على واحد زائد اس ناقص السيتا. نيجي هنا تاني حاجه بقول لك، طب لو السيتا اكبر من 0.1 واصغر من السي ماكسيمم دي، يبقى انا هنا اشوف قيمه اجي احسب ايه السيتا ماكسيمم اللي هي نص على البيتا في السي دي، لازم تكون ايه اصغر من ايه 0.25. البيتا دي اللي هي الريشيو بتاعت الشير ديماند والشير كاباسيتي اوف ذا ستوري ان اوف ذا ستوري. ماشي، والبيتا هنا بتتاخد كونزرفاتيفلي حسب الكود، يعني ممكن تاخدها بواحد. هنا لما اجي في الايتابس بس باجي اجي احسب الكومباينيشن او داخل الكومباينيشن بحسب منها ايه البي دلتا، بتبقى 1.2 ديد لود زائد 1.10 ميكانيكال زائد نص لايف لود، على اساس الميكانيكال هنا بيتعامل كان الديد، يعني مبنى دور فيه ميكانيكال ما بيتحركش الاجهزه بتاعته. دي مثال عشان نقدر نشوف البي دلتا افكتس او دي تحسب ازاي. بيقول لك دي مبنى 15 دور، السيستم بتاع ستيل سبيشال مومنت ريزيستنج فريم، سيزم كاتيجوري دي، الار بتاعته 8.5 والسي دي 5.5 والاي افكتيف او قصدي الاي امبورتنس فاكتور بواحد. بيقول لك هنحسب عند الدور الاولاني اللي هو فيرست ستوري ارتفاع الدور هنا 6 متر، او ارتفاع الدور الاولاني ده 6 متر. سميشن الديد عند الدور هنا كده بيديني بنتكلم تقريبا يعني 38461 كيلو نيوتن، واللايف لود هنا برضو السميشن بتاعه، والشير عند الدور ده القيمة اللي موجودة عندنا دي كده. ماشي، والبيتا هنا اللي هي الريشيو اوف شير ديماند تو شير كاباسيتي اللي هي البيتا هناخدها بوينت 8. هنيجي بيقول لك ايه الديفليكشن عند الليفل واحد دي تو ذا سيزميك بيز شير وزود بي دلتا، الناس ما دخلش بي دلتا افكت، بتساوي كام؟ 0.01 تقريبا طالعه 0.018 متر. طيب في المثال ده هنحدد خمس نقط، عاوزين نطلع خمس نقط. الانيشال ديزاين ستوري دريفت، ستوري دريفت عند الدور الاولاني، والبي دلتا كرايتيريا في للمبنى، وتشيك ذا فيرست ستوري فور بي دلتا ريكويرمنت، والفاينل ديزاين ستوري دريفت اند شير ستوري شير ان ذا فيرست ستوري، وتشيك فور ستوري دريفت كومبلاينس ان ذا فيرست ستوري. اول حاجه هنشوف الانيشال ديزاين فور ستوري دريفت. بيقول لك ان عند الاكس واحد
the preliminary design story drift اللي هي الدلتا المفروض بتساوي ايه عشان بحسب بقول ايه هي الريليتيف ما بين حركة دورين، يبقى الدلتا اكس ناقص دلتا اكس ناقص واحد. طب انا عندي الدلتا واحد هنا وهنا الدلتا زيرو عند البيز، الدلتا عند البيز هنا ما اتحركش، ده عند الاستاد زيرو، يبقى اذا الدلتا ايه؟ يبقى الدلتا هنا بتساوي كام؟ هتساوي السي دي في الدلتا الاستيك اللي هي دلتا الاستيك على الاي، يبقى 5.5 في 18 من 1000 على 1 يديني 0.1، يبقى الدلتا هنا بتساوي كام؟ 0.1. طيب هنيجي نشوف بقى ايه الكرايتيريا اللي بنشتغلها، اللي احنا بنشتغلها. بيقول لك لو انا عندي السيتا اقل من 1 يبقى بهمل البي دلتا افكت، ودي السيتا اللي هي الاستابيليتي كوفيشنت. هنروح نشوف بنحسبها ازاي. هنلاقي الكود سيكشن 12.8.7 بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان انا ما اجي احسب البي، البي ايه هي؟ معرفه التوتال فيرتيكال لود عند الدور طبعا اللي مدرسه يعني الديد واللايف بالكامل، ماشي. هنلاقي هنا البي واحد، جمعنا قيمه الديد واللايف ادتنا الرقم ده، ماشي. نيجي عند ستوري، احنا بندرس ده كله طبعا عند ستوري واحد، فهنلاقي لما نعوض في المعادله دي هتلاقي طلعت كام؟ 0.104، يعني اكبر من 0.1، يبقى لازم هنا البي دلتا افكت تو بي كونسيدرد يعني. طيب هل هي هل السيتا اصغر من السيتا ماكسيمم ولا لا؟ هنشوف. فخدنا احنا طبعا خدنا البيتا هنا 0.8، فهنلاقي السيتا ماكسيمم بتساوي نص على البيتا في السي دي، يعني بتساوي 0.1136، يعني اصغر من 0.25، يبقى احنا كده ايه وزن الالاو ما عدناش الماكسيمم، لانه عدينا الماكسيمم لازم نرجع اشوف الاستابيليتي بتاعت المبنى تاني. طيب نيجي بعد كده بيقول لك ايه؟ نحسب الفاينل ديزاين ستوري دريفت اند ستوري شير ان ذا فيرست ستوري. طيب لما يكون السيتا اكبر من 0.1 يبقى بنقول انيشال ديزاين ستوري دريفت اند ديزاين ستوري شير ماست بي انكريزد، يبقى بيزيد بكام بقى؟ اللي هي الالفا دي، الالفا دي اللي هي بتساوي كام؟ 1 على 1 ناقص السيتا، هنلاقيها طلعت بتساوي الالفا دي كام؟ 1.116. يبقى الفاينل ديزاين ستوري دريفت بتساوي كام؟ بتساوي دلتا 1 في الالفا دي، يعني هيضرب 1.116 في 0.1 في 1000 يطلع لي كام؟ 112 مللي. طب والفاينل ديزاين هنضرب برضو كالشير بنفس القيمه، يعني كده بنزود 10% بالتقريب يطلع لي 1800 تقريبا كيلو نيوتن. طيب هنيجي نشوف بقى، بيقول لك تشيك فور ستوري دريفت، هنشوف الالاوبل ستوري دريفت اللي هو 0.02H1. طبعا لو رجعنا للجدول دي بس مثال توضيحي يعني. طب الدلتا الاوبل بتساوي 0.02 في 6 لارتفاع الدور في ال 1000 عشان احول الملي، يبقى 120 ملي، يبقى الدلتا 1 بتساوي الفا دي في الدلتا 112 ملي اقل من الاوبل اللي هو 120 ملي، يبقى كده المبنى الدريفت برضو سيف. هنروح بعد كده ان شاء الله في اللود كومباينيشن، او فاللود كومباينيشن احنا عندنا البيزك لود كومباينيشن بتاعتنا اللي هي انفولفنج السايزميك او الارثكويك، عباره عن ايه؟ عن عباره عن معادلتين. بيقول لك لو انا عندي المبنى كده والزلازل في الاتجاه ده، بيحصل ان هنا ماكسيمم تنشن او هنا يعني بيحصل تنشن للمبنى او اقل لود للفيرتي للكومبريشن، وهنا عند النقطه الحمراء بيحصل اعلى لود في الكومبريشن. يبقى انا في الحاله دي عشان اخد اللودز اللي هو يحقق لي اعلى فورسز هنا، يبقى اضرب 1.2 ديد زائد الارثكويك زائد اللايف لود. طيب في حاله ان النقطه الاضعف يا اما بيطلع لي تنشن يا اما يطلع لي اقل قيمه للكومبريشن، في الحاله دي اخد ايه؟ بقلل الديد لود وما باخدش اللايف، يبقى هنا 0.9 ديد زائد السايزم. دول البيزك لود كومباينيشن انفولفنج ايه؟ ارثكويك. اللايف لود هنا ممكن اخده بنص في حاله لما يكون ايه اقل من 5 كيلو نيوتن، ما عدا طبعا الايه اكسبت الجراشات والبابليك اسمبلي، هنا ما بسمحش فيه لان ايه اقلله. طيب بيقول لك بقى الكومباينيشن اوف لود افكت. طب بيقول لك ان انا عندي طبقا لو انا بستخدم الكود اي سي سي اي طبعا، بيقول لك ايه؟ طب انا عندي لو انا دخلت المعادلات بتاعته بيقول لك الاي هي عباره عن اي اتش زائد بلس اور ماينس اي في، يعني الزلازل دي عباره عن هوريزونتال وعن فيرتيكال. الهوريزونتال بتبقى الرو في الاي، والفيرتيكال بعمل ايه بقى؟ بضرب 0.2 اس دي اس في الدي، يبقى ده الفرق اللي انا ايه باخده معايا في حاسبات الفيرتيكال افكت بتاع الزلازل. طيب لو احنا خدنا القيمتين دول اي اتش والاي في وعوضناهم في البيزك اللي هي بيزك كومباينيشن دي كده ودي، هنشوف هنحصل على ايه دلوقتي. هنلاقي المعادله الاولانيه بقت 1.2 زائد 0.2 اس دي مضروبه في الديد لود زائد الرو مضروبه في الارثكويك زائد اللايف،
وزائد 0.2 اللي هو السنو لود. طيب وفي المعادله اللي بتديني اقل حاجه للتنشن، قصدي اعلى حاجه للتنشن واقل حاجه للكومبريشن، بطرح منها بقى هنا الايه الفيرتيكال. يعني احنا هنا بنقول ان السايزميك عباره عن هوريزونتال سايزميك بلس اور ماينس الايه الفيرتيكال سايزميك، بضرب بزود في حاله ما يزود لي فورس، وبقلل في حاله ما بيقلل لي ايه، بيزود بيقلل لي في كومبريشن وبيزود التنشن. يبقى هنا 0.9 ناقص 0.2 الاس دي بضربها في الديد لود زائد الرو في الايرثك ويك. ماشي، بس في ملحوظه هنا بيقول لك ايه، الكود بيديني سماحيه، بيقول لك لو انا في حاله لما انا بحسب الفيرتيكال سايزميك لود يعني افكت اللي هو الاي في، ممكن اخدها بزيرو في حاله ما لو اس دي اس بتساوي او بتكون اقل من ايه من 0.125. ناخد بالنا مهم قوي في بالذات في الايتابس، لان هو الايتابس بيكون حاطط قيمه ليها. تيجي انت تدخل تعمل اللود كومباينيشن من الايتابس نفسها الديفولت بتاعه، فبيروح حاسب لك مزود قيمه الايه قيمه الاس دي اس، عشان كده المفروض نعملها ايه بصفر، عشان ما يضربها هنا في القيمه دي ما تدخلش معايا في حسابات اللود كومباينيشن لما الايتابس بتكريتها يعني. طيب هنيجي بعد كده نشوف الايه الكومباينيشن اوف لود افكت، بس هنا واخد معانا الاوفر سترينس فاكتور. بنلاقي بقى الاي بنساوي بقى ال H ال E H الهوريزونتال فورس مع تأثير الأوميجا بلس أو ماينس الفيرتيكال إفكت. يعني بضرب بس الهوريزونتال سايزميك في الأوميجا، والفيرتيكال ما بضربوش في الأوميجا، باخده عادي خالص. نيجي نعوض بقى هنا هنلاقي دي نفس القيمة بتاعت الفيرتيكال كومبوننت، وبضرب الهوريزونتال في الأوميجا، وهنا برضو 0.9 ناقص ناقص 0.2 و دي اس، واضربها في الدي زائد الاوميجا في الدي. في هنا بيقول لك ايه ان الاوميجا دي بيستخدمها، طبعا الاوميجا دي بتديني حمايه للاليمنتس بالذات المزروعه لاعمده من الانهيار، لان ممكن يحصل انهيار كارثي ايه للمبنى بتاعي. يبقى احنا كده ان شاء الله خلصنا الحلقه رقم 9. برضو ان شاء الله هنزل البي دي اف بتاعها مع اليوتيوب ان شاء الله، ولو في اي ملاحظة او حاجة اكتبولي برضه.